بسم الله الرحمن الرحيم درسنا في هذه المحاضرة هو الحديث عن الألف اللينة. والمراد بالألف اللينة هي الألف التي تقع في آخر الكلمة، إذا الألف الواقعة في آخر الكلمة آخر الكلمة. وهذه الألف اللينة إما أن ترسم بهذا الشكل الألف المتطرفة في آخر الكلمة إما أن ترسم بهذا الشكل وإما أن ترسم بهذا الشكل. وهذه الالف حين ترسم بهذا الشكل بالشكل الاول هذا تسمى الالف الطويله وهذه الالف تسمى الالف المقصوره المقصوره ومرادنا في هذا الدرس هو ان نعلمكم متى تكتب الالف في اخر الكلمه طويله ومتى تكتب مقصوره والحقيقة ان القاعدة التي تحكم ذلك قاعدة كتابة الالف اللينة وهي الالف المتطرفة في اخر الكلمة وطبعا الالف معروف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا فاننا سنقسم القاعدة التي تضبط رسم الالف اللينة ستقسم بهذا الشكل سنتحدث عن الالف اللينة في الحروف ثم نتحدث عن الالف اللينة في الاسماء ثم نتحدث عن الالف اللينه في الافعال، يعني سنتحدث عن حكم الالف اللينه حين تكون في اخر حرف، الالف اللينه حين تكون في اخر اسم، الالف اللينه حين تكون في اخر فعل، ولعلكم تذكرون ان الامر نفسه فعلناه عند ضبطنا لاحكام الهمزه، اذا ضبط قاعده الالف اللينه مثلها مثل الهمزه تبدأ من معرفة نوع الكلمة عليك أن تبدأ أولاً بمعرفة الكلمة التي في آخرها ألف في آخرها لاحظ ألف هل هي حرف أم اسم أم فعل ولذلك سنبدأ الآن في الحديث عن هذه الألف نتحدث عنها في الحروف ثم نتحدث عنها في الأسماء ثم نتحدث عنها في الأفعال إن شاء الله تعالى لذلك سنتحدث عن الالف اللينه في الحروف وهو الجزء الاول القاعده في غايه الوضوح جميع الحروف لاحظ معي القاعده جميع الحروف المختومه او المنتهيه بالف المختومه بالف تكتب ألفها طويلة خلص إذا جميع الحروف تكتب الألف في آخرها طويلة بهذا الشكل ثم, ثم سنقول ما عدا إذا عندنا القاعدة الأصلية هو أن جميع الحروف تكتب بالألف القائمة ثم سنستثني أربعة حروف وهي مشهورة ومعروفة إلى حرف الجر إلى حرف الجر على حرف الجر حتى وهو يأتي للجر وغيره وحرف الجواب بلى هذه الاحرف الاربعه تكتب الالف في اخرها مقصوره وفيما عدا ذلك فان الالف في جميع الحروف تكتب أه طويلة، تكتب طويلة. لاحظ معي حين ناخذ الحرف مثلا الا الا في اخره الف وقد كتبت قائمة الحرف الا الحرف لا الحرف ايا حرف النفي ما لاحظ معي هذه الاحرف سرنا بها على الاصل وهو ان الالف التي تختم بها الحروف تكتب طويله لذلك كتبنا الالف في جميع هذه الاحرف طويله وكتبنا هذه الاحرف مقصوره والقاعده تقول ان الالف تكتب مقصوره في هذه الاحرف الاربعه وتكتب قائمه فيما عداها اذا نحن استثنينا هنا اربعه احرف لا غير كان هذا هو الحديث عن احكام الالف اللينه خلاص اذا قلنا الالف اللينه نعرف ان نريد الالف التي في اخر الكلمه الالف اللينه تعني الالف التي في اخر الكلمه اذا كانت هذه الكلمه حرف فان القاعده تقول جميع الحروف المختومه بالف تكتب الفها طويله هكذا ما عدا اربعه احرف في الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنتحدث عن الالف اللينه اي التي تقع في اخر الكلمه حين تكون تلك الكلمه من الاسماء نلتقي باذن الله تعالى